مناشده من النجف الاشرف من حي العسكري. شوفوا هاي العوائل الخلفي، شوفوا هاي كميه العوائل اللي طالعه بالشارع، شارع كربلاء نجف حي العسكري. هاي العوائل طالعه تدور لها لقمه خبز، تناشد الشرفاء والمخلصين والتجار واللي عندهم مؤونه تطي خبزه لهاي العوائل. هاي العوائل طالعه منتشره، شوفوا هابه العوائل تدور لها خبزه. ناشد خليه الهزمه، خليه الهزمه وليس الازمه. انتم قعدتوا الناس ببيوتها، القوات الامنيه باشرت من اليوم الاول بفرض حظر التجوال وقعدت الناس ببيوتها. هاي العوائل اللي عندها مكسب يومي، قوت يومي 10,000 دينار، هذا منين يجيب بنت قاعده تشهر بالبيت؟ وين يطي وجهه؟ من اللي يوكله؟ احنا كمواطنين، كفرد من محافظه النجف الاشرف، قدرت اوصل لاكثر من 1000 عائله سله غذائيه. زين الى متى؟ من اللي قر؟ المواكب الحسينيه ما قصرت، الميسورين ما قصروا، التجار ما قصروا، بس هذا الموضوع اكبر من طاقتنا. هذا لازم الحكومه تباشر. وزاره التجاره شنو دوركم؟ انتم كوزاره التجاره شنو دوركم بالموضوع؟ ليش ضامين راسكم؟ رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء المستقيل، انت مو واجبك تنزل البارحه تكبش سيطرات وتوقف في الطريق، واجبك تعطي قرارات وتنفيذ. وزير الماليه ينفذ 250 اطل لكل عائله. البيوت انهجمت، العالم طلعت هبت بالشارع تريد لها خبزه. الى متى؟ هاي الشرطه تنادي تفرق وحفاظا لسلامتكم. نزلوا ما يعرفون، يقول لك انا ميت ميت بالبيت، باقي كاتلني الجوع اموت، واطلع بالشارع وباء واموت، شو اسوي؟